مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 35 لسنة 2016 بتشكيل المجلس القضائي لإمارة دبي، وذلك برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي. يضم المجلس في عضويته كل من مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائبا للرئيس والنائب العام لإمارة دبي ومدير محاكم دبي ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش القضائي، يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ووجه سموه أعضاء المجلس بالعمل على جذب أفضل العقول والكتب والكتاب المثقفين وعلماء اللغة للمكتبة، مؤكداً على أن تكون المكتبة بيتاً للحكمة يلتقي فيه الباحثون ويبدع فيه الشباب وتصاغ فيه المعرفة. وقال سموه: لا نريد المكتبة مكاناً للكتب فقط، وإنما مكاناً يستقطب الشباب ويحفز روحهم الأدبية والثقافية والمعرفية. لافتاً سموه إلى أهمية المكتبة كمفهوم معرفي وشامل، وشدد سموه على أن الدور الذي ينتظر أن تقوم به المكتبة، مؤكدا أن هذا المشروع أتى استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ القراءة في المجتمع وجعل الكتاب جزءا من الحياة. جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه في أبراج الإمارات مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم الذي تم تشكيله مؤخرا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أكد على أهمية الاستثمار في الابتكار بعيد المدى ودعم المبتكرين من أبناء دولة الإمارات وتمكينهم من تطبيق أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة. جاء ذلك خلال حضور سموه لفعاليات مهرجان الابتكار الوجه الأبرز للابتكار المجتمعي والذي تنظمه وزارة المالية للاحتفاء بالمبتكرين في أسبوع الإمارات للابتكار، حيث دشن سموه المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات التمويل من الصندوق إذانا ببدء تشغيل كافة عمليات الصندوق. وقال سموه: إن حكومة دولة الإمارات عملت على تهيئة بيئة حاضنة للابتكار من خلال تبني نماذج دعم مالي ومعنوي لبناء القدرات والارتقاء بالكفاءات الوطنية المبتكرة، مشددا سموه على أن دعم مسيرة الابتكار في الدولة يتطلب تعاونا كبيرا وشراكة فاعلة بين المجتمع والحكومة والقطاع الخاص، والذي يشكل داعما أساسيا وشريكا رائدا في مختلف المجالات التنموية والتطويرية. التقى صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم وفدا من محاكمي مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي، وذلك في مكتب سموه في جامعة الشارقة. استعرض سموه نشأة المدينة ومراحل تطورها والمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تضمها من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز علمية وبحثية متخصصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستشفى الجامعة. تناول اللقاء التطور الكبير والتقدم العلمي والأكاديمي لجامعة الشارقة والتي تعمل وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة لتقديم أفضل البرامج الأكاديمية والعلمية في مختلف المجالات. وأطلع سموه الوفد على ما تحويه الدار من مقتنيات خاصة لسموه ومعارض تاريخية تؤرخ تاريخ الخليج العربي، وأهم المنجزات والحقائق التي تثبتها الوثائق والصور الموجودة في الدار.
أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم 17 لسنة 2016 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة عجمان. نص القرار على تشكيل مجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان برئاسة معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، ويضم في عضويته سعادة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله النعيمي والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي والسيدة عاشة سيف المطوع والسيد عبد الله بقيت المطروشي. وذكر أن رئيس وأعضاء المجلس يستمرون في شغل مناصبهم لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، ما لم يصدر قرار بغير ذلك. ينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه. أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم 11 لسنة 2016 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة عجمان. نص المرسوم الذي يضم 21 مادة بأن تنشأ بموجب أحكامه هيئة عامة تابعة لحكومة إمارة عجمان تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها وأذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري. حدد المرسوم بأن يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة عجمان، كما حدد القرار أهداف الهيئة وغاياتها. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم بقصر الرمالة العقيد الدكتور سعيد مطر الصريدي من الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، وهنأه على نيله شهادة علمية جديدة هي درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة لحصوله سابقا على درجة الدكتوراه في المجال الأمني. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أهمية صقل المهارات بجوانب القضايا الأمنية الاستراتيجية التي تهم المجتمع الإماراتي، مشددا على ضرورة مواصلة التحصيل العلمي والأكاديمي في جميع المجالات التي تتعلق بالمستقبل والابتكار. بدوره شكر السريدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي مشيدا بحكمته وتوجيهاته السديدة في دعم التميز والمتميزين في إمارة الفجيرة. أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حرصت على الاهتمام بالطفل كثروة وطنية تمثل ذخيرة البناء والمستقبل، وعملت على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا فاعلا في المجتمع، وذلك من خلال عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات. أشادت معاليها باهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالطفولة واحتياجاتها، وأكدت معاليها أيضا على هامش مشاركتها في منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة والذي عقد أمس في قصر الإمارات. أكدت أهمية الدور المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، في دعم قضايا الأمومة والطفولة بدولة الإمارات والمنطقة وبصماتها الواضحة والراسخة لتحقيق التنمية والتقدم وتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته على أكمل وجه. قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وجبال عزاء إلى السيد محمد غدير السعيد سويد المنصوري وأخوانه في وفاة والدهم غدير السعيد سويد المنصوري، وذلك في مجلس العزاء ببدع المطاوعة بمدينة غياثي بالمنطقة الغربية. أعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأكاديمية والذي عقد أمس في العاصمة أبو ظبي لوضع الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية لعام 2020. يشمل المجلس الاستشاري الأكاديمية الإماراتية أو لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية يشمل نخبة من كبار الخبراء السياسيين وصناع القرار والأكاديميين والمتخصصين في مراكز الأبحاث على الساحة الدولية.
وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والسعادة برناندينو ليون رئيس الأكاديمية، والسعادة عمر البيطار نائب رئيس الأكاديمية، إضافة إلى فريق الإدارة العليا في الأكاديمية في الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات نصف سنوية والتي سيعقدها المجلس الاستشاري لرسم ملامح التوجه الاستراتيجي للأكاديمية. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن جامعة باريس السوربون أبوظبي وبعد مرور 10 سنوات على إنشائها تحافظ بكفاءة وبوعي كبير على دورها الإيجابي كجسر تعليمي وثقافي يسهم بفعالية في تقوية العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا. جاء ذلك في كلمة لمعالي مساء أمس خلال حفل تخريج الدفعة 7 من طلبة جامعة باريس السوربون أبوظبي، والتي تضم أكثر من 266 خريجا وخريجة من حملة درجتي الليسانس والماجستير، بالإضافة إلى خريجي شهادة الإدارة في مجال الرياضة، علاوة على الحاصلين على الدبلوم الجامعي في اللغات الفرنسية. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الجامعة تعكس رؤية مجتمعية رشيدة في أن تكون دولتنا دائما في المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع. قلدت اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، قلدت جلالة الملكة سيلفيا ملكة مملكة السويد وسام الشيخة فاطمة من الدرجة الأولى تكريما لجلالتها وتقديرا لجهودها الصالحة المرأة والطفل في بلادها والعالم. جاء ذلك خلال مأدوبة الغداء التي أقامتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ظهر أمس في قصر البحر على شرف جلالة ملكة السويد وضيوف سموها الذين شاركوا في منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة والذي عقد أمس في قصر الإمارات والذي حضره عدد من الشيخات والقيادات النسائية بالدولة. وأكدت جلالة ملكة السويد في تصريح لها بهذه المناسبة أن هذا المنتدى هو حدث تاريخي وهو أول منتدى دولي يهتم بالأمومة والطفولة، معربة عن إعجابها العميق باسم الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله وجهودها الكبيرة في رعاية الأمومة والطفولة. انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر تقنيات الشرطة الحديثة في مواجهة الجريمة والذي ينظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار بفندق أنانتارا القرم الشرقي أو القرم الشرقي بأبوظبي. ورحب الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في كلمة ألقاها بالافتتاح بالمشاركين، موضحا أن المؤتمر يعقد بمناسبة الاحتفال بأسبوع الإمارات للابتكار 2016 وذلك في دورته الثانية. ونقل تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته بالتوفيق والنجاح. وأشاد وكيل وزارة الداخلية الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في إثراء فعاليات المؤتمر. انطلاقا من توجهات القيادة الرشيدة نحو تخصيص أسبوع خاص للابتكار، انطلقت فعاليات وزارة الداخلية للابتكار، فبالأمس تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأفكار البريطانية، واليوم تم انطلاق مؤتمر تقنيات الشرطة الحديثة واللي يتناول أهم الممارسات العالمية في المجالات الأمنية والشرطية الابتكارية. في إطار الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار والذي ينظم سنوياً بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للاحتفاء بالمبتكرين على مستوى الدولة، افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي أسبوع الابتكار بفعاليات وأنشطة تناسب جميع أفراد المجتمع. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات أسبوع الابتكار الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في المبنى الرئيسي للهيئة الذي يستمر من 20 إلى 24 من نوفمبر الجاري. وحضر حفل افتتاح أسبوع الابتكار النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس وعدد من كبار الموظفين في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية.
وتفقد سعادة سعيد محمد الطائر فعاليات ونشاطات أسبوع الابتكار، والتي ضمت محطة المستقبل وقبة المستقبل ومعرض الابتكار. وتشتمل محطة المستقبل على 4 مواضيع رئيسة، هي الكوكب الأخضر والتجارب الغامرة والمدينة الذكية والعالم المتصل، فيما تنظم في قبة المستقبل سلسلة من الفعاليات والتي تشتمل على عدد من المحاضرات الملهمة وحديث الابتكار. ورحب سعادة الطائر بالمشاركين في فعاليات أسبوع الابتكار، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت من الدول السباقة في مجال الابتكار، حيث تعمل حكومة الدولة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله لعمل مؤسسي، إضافة إلى بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. كما وأضاف سعادته أنه وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بات الابتكار منظومة متكاملة وثقافة راسخة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي ساهمت هذه الاستراتيجيات في أن تحل دولة الإمارات العربية المتحدة في المراكز الأولى عربيا وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، والذي يقيس أداء 128 بلدا واقتصادا في مجال الابتكار. أيمن مصبح، قناة الظفرة. في شأن اليمني، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية انتهاء هدنة الساعات 48 التي كان قد بدأ تنفيذها ظهر السبت، عازيا ذلك إلى انتهاكات المتبردين والحوثيين وحلفائهم. وقال اللواء الركن أحمد عسير أنه لم يكن ثمة احترام للهدنة، أن هناك انتهاكات، مضيفا وبأنه على المستوى العسكري في الوقت الراهن لا يوجد أي توجيه لتمديد وقف إطلاق النار. هذه نظرة سريعة على مؤشرات أسواق المال لليوم. تسبب الضباب الكثيف الذي تشكل صباح اليوم على الطرق الخارجية وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في وقوع حادث مروري على طريق العين أبو ظبي في منطقة الخزنة بين 25 مركبة، أسفر عن وقوع 6 إصابات بسيطة تم نقلها لمستشفى توام بمدينة العين لتلقي العلاج. وأوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبو ظبي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة بالإدارة العامة للعمليات المركزية، حيث نقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى توام في العين وأعادت الحركة إلى الانسيابية المعتادة على طريق العين أبو ظبي، وأدعى السائقين إلى ضرورة مراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية والتي تشهد حالات الضباب الكثيف واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة وقيادة المركبة حسب السرعة التي تناسب ظروف الطريق. أما الآن إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.